السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين الكرام والمشاهدات الكريمات، ومع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأفوكاتو. النهاردة هنتكلم في موضوع أنا عارف اللي انتوا تتمنوا تسمعوه، ويمكن في أمور كتيرة جدا ساعات ما تبقاش واضحة، وانت بتقول ما انا هصدق بقى ايه برنامج الافوكاتو يجي يوم الثلاث عشان افهم الكلام ده. هنتكلم على حاجه النهارده هي مترتبه على الانفصال بين الزوجين، وطبعا مترتبه على الطلاق، واحيانا هو التعبير الادق بيها مترتبه على حاله الانفصال، بس هي وراها مشاكل، مشاكل في التعليم، مشاكل في النفقه، مشاكل في مسكن الزوجية، مشاكل كتير قوي مترتبة على الأمر اللي هنقوله النهاردة. تفتكروا هنقول إيه؟ تفتكروا هنتكلم عن إيه؟ تعالوا نتكلم على الحضانة، حضانة الأولاد. حضانة الأولاد دي مشكلة. قبل أي كلام في الحضانة هقول لك حاجة واحدة بس تبقى أنت حاططها حلقة في ودنك. الحضانة حق للصغير. فهمنا احكام النقد وكل القوانين المتعلقه بهذا الامر بتؤكد ان الحضانه دي حق للصغير. مش عايزين بقى نتخانق عليها، الام بقى اللي تاخده يقول لك ده حقي، ويقول لك لا ده اولادي. حق للصغير، نشوف السن اللي الصغير يستغنى فيه عن خدمه النساء الاب يتولى اموره. لكن بقول لكم بمنتهى الأمانة، جميع مشاكل الحضانة الضحية فيها الصغير اللي هي شرعت لحقه. وآخرها رفع دعوى طلاق، رفعت دعوى طلاق وراحت واخدة العيال شايلاهم وراحت مديهم لأهله عشان ما بيصرفش وما بعتش فلوس الولاد عند. وآخرها انت هتطلقي ومش هتشوف ولادك، وروح واخد العيال وماشي. واخرها مدخل ولاده في منارة الفاروق لانجويتش سكول، تروح هي بقى تجري تروح عاملة الولاد تعليمية، ما هي الحاضنة. وبعد ما تعمل ولاد تعليمية تروح راح المدرسة مقدماها عشان ما يجيش يحول المدارس بتاعت الولاد. ليه؟ لان هي عارفة العند. هدخلهم بقى في مدرسة تجريبي. انا كنت مدخلهم في مدرسة لغات خاصة لانجويتش سكول علشان خاطر كنت عايش معاكم، دلوقتي لا، دخلهم تجريبي مش هدفع. ودخلنا في مشاكل بسبب الحضانة، واللي تيجي تقول لك انا عاوز اخد الواد، واللي تيجي تقول لك لا هو خد مني الواد ومشي، طب انا اخده ازاي؟ ما هو في حضانتي. واللي تروح تعمل محضر في الاسم، واللي تروح جايبه له ولاده وهو يروح ياخد الولاد ويروح داخل بيهم على الاسم، امهم سابتهم لي وتنازلت عن الحضانه، والولاد دخلوا الاسم وشافوا المجرمين والحراميه، وشافوا بقى المناظر السيئة اللي احنا مش عاوزين نوريها لأولادنا. يعني بهدلة. مين بيدفع الثمن؟ عاوز بعد كده الابن يطلع سوي؟ ولا عاوز الابنة تطلع بعد كده ما تحبش أبوها أو أمها؟ والله المشاكل دي مشاكل كتيرة. تعالوا عشان نبقى منظمين ونتكلم على الحضانة. طبعا انتوا فاكرين الحلقه اللي فاتت احنا اتكلمنا على الطلاق، لان الحضانه
ومشاكلها مترتبة على الطلاق. يعني ايه مترتبة على الطلاق؟ يعني اغلب الحالات اللي فيها مشاكل حضانة اغلبها الزوجين متطلقين، ده يعني وانت مغمض. سن الحضانة اللي القانون قال عليه كان الاول قانون 25 سنة 29 و1 لسنة 2100، رقم 100 لسنة 81، قوانين مختلفة. الولد 10 سنين، البنت 12 سنة. جه تعديل أخير للقانون وقال لك البنت والولد 15 سنة يبقوا مع الأم. يبقى سن الحضانة عشان أحفظه وتبقى أنت عندك المعلومة الكاملة، سن الحضانة للولد والبنت 15 سنة الاتنين زي بعض. ايه حقوقك كحاضنة في الفترة دي لغاية ما الولاد يبقى عندهم 15 سنة؟ ايه هي حقوقك؟ الحق الاول نفقة للصغار اللي انت بتحضنيهم، وده امر طبيعي، هياكلوا ويشربوا منين؟ الحق التاني اللي ممكن ما تكونيش تعرفيه، اللي انت من حقك تاخدي اجر حضانة. ايه رأيك بقى في القصة دي؟ في ستات كتير تقول لي ده معقولة؟ يعني انا متطلقة من جوزي والمحكمة حكمها لي بنفقة 2000 جنيه او 1500 جنيه او 500 جنيه وات ايفر، ومن حقي كمان ارفع دعوة باجر الحضانة؟ ومن حقي كمان ارفع دعوة لو انا ما عنديش مسكن حضانة؟ تخيل. وفي حاجه اسمها اجر رضاعه كمان، لو كان الصغير بيرضع وعدى سنتين ويقعد ترضعه سنتين ترفع دعوى اجر رضاعه عشان تتغذى وتعرف ترضع الولد. ده في القانون معلومات لازم تعرفيها، وحقوق لازم ما تغفليش عنها. وفي واحده اكتشفت اللي هي ليها اجر رضاعه، رفعت قضيه على جوزها، المحكمه حكمت لها ب 15000 جنيه والله العظيم. وفي واحد مش جايب مسكن حضانه لاولاده وهي قاعده بالولاد عند والدتها في بيت العيله، فاكتشفت المساله دي عملت ايه؟ راحت رافعه دعوى اجر مسكن حضانه، المحكمه حكمت لها ب 500 جنيه في الشهر مسكن حضانه، وراحت حاسبه لك ال 15 سنه ولا ال 10 سنين، طلع لها مثلا 30 40000 جنيه. والله العظيم بيحصل. يبقى الست الحاضنه لازم تكون عارفه اللي ليها حقوق خلال فتره الحضانه، ليها اجر حضانه، ليها اجر مسكن حضانه، ليها اجر رضاعه، ليها نفقه للصغار ان هم في حضانتها. طب ايه الالاعيب اللي بتحصل؟ ما هو في واحد بقى يقول لك طيب بقى اجر حضانه ومسكن حضانه، في واحد رفع على واحد 27 قضيه، والله العظيم 27 قضيه. لو الواد كح وراح للدكتور روشيتا ويكتب في عندك كح كحتين، وراح للدكتور خد مش عارف ايه بنادول كونتيستات زي ما انا بكح كده وعمال، تخيل تجمع شويه روشيتات ويرفع، ما هي حاضنه هتصرف من جيبها مصاريف مدارس فرش وغطاء كسوه صيف وشتاء وترفع. الراجل قاعد يلف حوالين نفسه، لا نفسه مرفوع عليه 27 قضيه، لو راح لمحامين الدنيا كلهم هيديهم ايه في كل قضيه؟ طب ما تحل ودي بدل ما انت عمالين تجري ورا بعض في المحاكم زي القط والفار، لا حل ودي. وانا بنصح بالحل الودي، عارف ليه بنصح بالحل الودي؟ عشان الناس الولاد. يعني ايه المشكله لما يكون في اتنين مختلفين؟ طب انا هقول لكم حاجه والله العظيم انا سعيد جدا جدا بيها. واحدة مدربة تنبيه البشرية وحصل خلاف بينها وبين زوجها، وناس محترمة راقية جدا، ناس راقية في الفهم، وجوزها راقي جدا في الفهم، اتفقوا مع بعض على الطلاق خلاص، ليفت اتش اذر انتهت. انت ليكي نفقة كام؟ ليكي مصاريف مدارس كام؟ اي علاج تحتاجيه او مصاريف دكاترة تحت امرك؟ تسمحيلي
في وجود الأولاد لأن هم كبار، أتغدى معاكم كل خميس؟ تسمحي لي في وجود أهلك أتغدى معاهم كل جمعة؟ لازم نبقى متواجدين مع الولاد. أنت لك الحضانة الكاملة لا أشاركك فيها، ولكن ولادي بدل ما أرفع دعوة رؤية وأشوفهم مرة في الأسبوع 3 ساعات في نادي الشمس ولا في أي نادي ولا في حديقة الطفل في مكرم عبيد وما أدراك ما حديقة الطفل أو في الحديقة الدولية، لا شوف 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 الرقي. وتم هذا الاتفاق بطريقة غريبة وعجيبة. اتصل بها دكتورة حصل كذا، اتغدى معانا كل خميس ويتغدى عندي أهلي يوم الجمعة، ويا بابا هات لنا كذا ويا بابا هات لنا. خميس وجمعة دول بتوع الولاد، الأب معاهم وحاجة راقية. مش عاوز أقول لك يا بالغ، أقول لك في بنت من البنات اكتشفت ما اكتشفتش اللي في طلاق حصل، صغننة ما اكتشفتش لسه إن في طلاق حصل. حاجة إيه ده؟ إيه الرقي في الفهم ده؟ الأب المحترم اللي مش مخلي ولاده عاوزين حاجة مع إنهم مش عايشين معاه؟ إيه الست المحترمة اللي تسمح اللي طليقها يجي يتغدى معاها وعند اهلها وتقول انا مش هرفع عليك قضايا ولا عاوزه مشاكل؟ اه انت بتقول لي بقى دي مدربه تنميه بشريه، دي درس علم نفس بقى. طب ايه الناس، ايه المانع تكون الناس عندها الفهم ده في تناول الامور؟ اختلفنا طلقنا حصلش نصيب، كل واحد شاف طريقه، ولكن الولاد ذنبهم ايه؟ الولاد عاوزين يشوفوا اب وام على ترابيزه السفره بياكلوا، عاوزين يشوفوا اب وام على طبليه بياكلوا، عاوزين يشوفوا اب وام مفيش بيهم خلافات مفيش مشاكل. صرفنا كذا اتفضلي، طب لو سمحت انا مش فاضي اودي الولاد الدكتور النهارده، خلاص انا اجي اخدهم اوديهم، وهم متطلقين مفيش مشاكل في سن الحضانه، مفيش مشاكل في الحضانه نهائي. لكن هنا الالاعيب بقى، الالاعيب بقى هنا بقى. انت رفعت قضيه طلاق، رفعت خلع، طيب يروح بعد انذار على يد محضر من السنه القادمه انا غير قادر على دفع مصاريف المدارس الخاصه وبالتالي غير ملتزم بسداد هذه المصاريف. الولاد بعد ما كان بيجيبهم الباص في النزهه لانجويتش سكول ولا فاروق لانجويتش سكول بدأ يركبوا الميكروباص عشان يروحوا مثلا كلية السلام، مدرسة تجريبي أو المخريزي، وفي بقى اللي ما بيلحقش الميكروباص يركب الميني باص، وفي اللي بيروح يركب مترو أنفاس ويدفس بعد ما كان الباص بيجي ياخده من تحت البيت. لكن طلاق والله ما صارف عليكم. طب هم عيالك دول اذوك في ايه؟ عملوا لك ايه؟ تقلل المستوى المعيشي بتاعهم ليه؟ ما تدفعش مصاريف المدارس ليه؟ نكاية في الام. واحدة ست جات لي بتقول لي يا ست كبيرة من صغيرة، انا في واحد متقدم لخطبتي والعجيبة اللي جايبة معاها بنتها، وبنتها كبيرة في جامعة، هي لما قالت لي خطبه قبل ما تقول ايتي انا قلت اكيد للبنت، فوجئت للام. ولكن اهلها، شوف بقى الكلام اللي انت ياما هتشوف في الدنيا دي، ياما هتشوف في الدنيا دي، اهلها مش اهله ولا هو، اشترطوا عليها ان لو تزوجت تودي الولاد لزوجها. يا فندم معلش انا اسف، يعني اهله هم اللي قالوا لا لا لا؟ طب هو حضرتك لا 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 لا؟ طب مين؟ لا اهلي. ليه يا فندم؟ قالت لي اصل احنا عرب وعندنا قواعد عربيه بدو يعني. قال لا انا بحب البدو والعرب بصراحه بامانه، عندهم اصاله كده وعراقه وفهم راقي وكرم غير عادي بأمانة، كرم غير عادي واستقبال وحفاوة غير عادية. لكن في الموضوع ده أنا زعلت،
طب يعني ست عشان تتجوز وتبدأ حياتها بعد ما فشلت مع راجل وربنا قدر وخلفت منه، هل الست دي تروح بعد كده عشان تفكر تتجوز تسيب ولادها؟ ومين اللي يحكم عليها؟ أهلها. ده حتى القانون في إسقاط الحضانة عن المرأة اللي ممكن تكون أهملت بسبب زواجها، شوف أنا عمال ألف وأدور في الحتة دي إزاي؟ لأن مجرد الزواج ليس سببا. هنبقى ناخد بعد كده في حلقات، في حلقة تانية أسباب ونشرحها. أسباب سقوط الحضانة ونشرحها. لكن أنا بكلمك إن القانون إذا أسقط الحضانة على المرأة اللي تزوجت وثبت أن زواجها أدى إلى الإهمال، في هذه الحالة الأولاد يروحوا الأم، الأم يعني برضو عند ناحية إيه؟ الأم. أنتم يا قبائل تلزموها، يا إما تعيش بقى كده خلاص طالما أنتوا ألزمتموها اللي تسيبوا ولادها وتوديهم لأبوهم. عرب، قانون، قانون البدو والعرب. فأنت بتلاقي حاجات في الدنيا دي غريبة. طيب حضانة سنها 5 سنين ولد البنت، عرفت حقوقك ايه؟ حقوقك اجر حضانة، مسكن حضانة، اجر رضاعة، كل ما تنفقيه على الاولاد، مصاريف علاج، مصاريف مدارس، كسوة صيف وشتاء، فرش وغطاء. وروح شوف بقى البطانية دلوقتي بقت بكام، يقول لك اصل دي بتاعت الشركة السعودية ودي تقفيل اماراتي، واللي هيجيب لحاف فرش وغطاء، كل دي حقوقك كحاضنة. طب انت موضوع المسكن ده، انت قلت لنا دلوقتي اللي انا ممكن ارفع دعوة اسمها دعوة ايه؟ مسكن حضانة. طب افرض انا ما رفعتش دعوة مسكن حضانة لان انا قاعدة في الشقة دي الزوجية، خلاص يبقى انت مالكيش حق ترفع دعوة مسكن حضانة. واحيانا بيحصل تلاعب في الامر ده، ولما يحصل تلاعب لما يتحكم عليه بمسكن الحضانة على طول يعرف ان الله حق. يعني واحدة ست عندها بنتين ودي قضية في المحاكم، في محكمة البساتين، عندها بنتين وخدت قرار تمكين من مسكن الحضانة عشان تربي البنتين، ما هو ده مسكن حضانة. يروح الزوج عامل عقد إيجار لأخوه، شوف التحايلات عشان تفهمه، وروح أخوه قال يعني ما بيدفعش الإيجار، يروح الزوج أو أنا آسف عامل عقد بيع لأخوه وقال يعني أخوه ما سلموش الشقة، يروح الأخ يرفع دعوة اسمها دعوة تسليم وينفذ الحكم على اللي في الشقة. مين بقى اللي في الشقة دي؟ الست الحاضنة مرات أخوه، وأنا اشتريت الشقة من أخويا وبعمل دعوة تسليم. أو الزوج يكون كاتب الشقة باسم والده، ووالده عامل له عقد إيجار وقال إيه؟ ما بيدفعش الإيجار، والست اتمكنت من المسكن الزوجية وخدت قرار من السيد المستشار المحامي العام وتمكنت رسمي. يروح الاب رافع دعوة طرد على ابنه عشان ما بيدفعش الايجار، ويروحوا منفذين الحكم ويطردوا الست الحاضنة بره. انا بقى بقول للست الحاضنة دي طالما اتطردت من المسكن ده، انا من رأيي اعملي دعوة اجر مسكن حضانة وشوفي بقى الشقة دي بتتأجر بكام. يعني الست اللي ساكنة في المعادي لو هيأجرها شقة قانون جديد في المعادي ب 3000 جنيه تاخد منه 36000 جنيه في السنة أجر مسكن حضانة، وخليه بقى خليك الشقة بقى، أنت مش بتعمل تحايلات وخدت مسكن الحضانة خد. أنا هرفع دعوة بأجر مسكن حضانة وآخد منك 36000 جنيه في الشهر مسكن حضانة تحت بند مسكن الحضانة فقط. ده لسه في حاجة اسمها أجر حضانة، ولسه في حاجة اسمها رضاعة، ولسه في حاجة اسمها فرش وغطاء، ولسه في حاجة اسمها مصاريف مدرسة، ولسه في حاجة اسمها.
طب ما نحل ودي زي الناس الراقية اللي انا حكيت لكم عنها دي. ما تحل ودي، ايه المشكلة تحل ودي؟ المهم انتوا دلوقتي لو في واحد جه في يعني في دماغه سؤال يقول لك طب انت خدت الاحكام، وبعد ما تاخد الاحكام احجز عليه. راجل مهندس شغال في موبينيل مرتبه 23,000 جنيه في الشهر، وكل سنة بياخد 4 شهور حوافز. احسب بقى ال4 شهور على ده. الراجل ما بياخدش من مرتبه، يعني كل شهر من الاخر كل شهر بيتحجز عليه على مرتبه. مرة مصاريف مدارس تخلص نخش على مصاريف الرضاعة، اجر الحضانة، مسكن الحضانة، وشغالين نخلص حكم نفذ التاني، خلص حكم نفذ التاني، تيجي مصاريف المدرسة الجديدة وهكذا. احجز عليه. احجز على مش عنده شغل عنده بيت تاني، احجز على البيت التاني وعلى الاثاث، ويرفع دعوة، يعمل دعوة استرداد، يعمل دعوة استرداد، محكمة هتمكنك، بيع بالمزاد العلني، خش في مشاكل. هو عاوز كده لان هو من الاساس مفيش اتفاق. بس برجع واقول وانا في قمة الحزن ان الاطفال هم الضحية. الاطفال هم الضحية. شوف انا لسه بحكي لك في القصة الاولانية بتاعت اللايف كوتش، بقول لك عندها بنت مش عارفه اللي امها اتطلقت من ابوها، يعني بابا عنده ظروف شغل بيتاخر شويه مش عارف ايه، هي بتنام 9 الصبح تروح المدرسه، خميس بابا بيتغدى معاها، جمعه عند تيتا، في بنت ما تعرفش، منفصلين. وفي بنات بتقعد تسمع المآسي والحكاوى والحكاوي والقصص، ولا التليفونات بقى ده عمل النهارده وعمل وسوى، والبنات بتسجل، الولاد بيسجلوا هما في السن الصغير ده، بيسجلوا دول عملوا ايه ودول عملوا ايه، وبعد كده يطلعوا معقدين، ونخش بقى في امراض نفسيه، ونخش بقى في جرائم في بعض المستويات، ممكن تخش في جرائم يطلع مجرم. او فرويد كان بيقول لك اثر البيئه والتكوين النفسي في السلوك الاجرامي، ولومبروزو اتكلم في المدارس العقابية والمدارس الإجرامية وأثر البيئة في السلوك الإجرامي. بتصنع، جعلوني مجرما بسبب اللي بنشوفه وسبب اللي هما بيشوفوه. المدارس والولاية التعليمية ده أثر مترتب برضو على الحضانة. يعني إيه ولاية تعليمية؟ يعني الأب له حق الولاية التعليمية يدخل ولاده زي ما هو عاوز. الراجل اللي شغال في مونيل ده كان بيدخل ولاده بمدارس اجنبيه في الاي جي، تقريبا الواحد في السنه 27,000 جنيه، 28,000 جنيه، دي حاجه رخيصه بالنسبه يعني ليهم، وعنده بنتين، يعني تقريبا 50,000 جنيه مصاريف مدارس. جه قال لك انا هرجع في كلامي وانا هدخله، ما قلنا له لا اقف، جبنا الابلكيشن، هو اللي ماضيه وهو اللي اختار المدرسه، قلنا كده للمحكمة، هو اللي ماضيه وهو اللي مختار المدرسة، وبناء عليه لا يجوز له انه يرجع، وهو ما زال لسه شغال في شركة موبينيل وبيقبض مرتب كذا. حاول يتنصل من مصاريف المدارس، المحكمة رفضت وألزمته كل سنة بمصاريف المدارس، والحاضنة ترفع عليه الدعوة وتكسبها باعتبارها حاضنة. لكن المشكلة اللي لو الأم هي اللي راحت قدمت في المدارس، ممكن ساعتها المحكمة ما تلزموش بمصاريف المدرسة. وفي امهات محترمات تقول لك الفلوس مش كل حاجه، مش مهم، ترفع دعوه قدام القاضي الوقتي تقول له انا حاضنه للاطفال فلان وفلان او فلانه وفلانيه، وان انا عاوزه الولايه التعليميه لان ابوهم ما بيصرفش عليها. تخيل القاضي بيقول حكمت المحكمه باعطاء فلان فلان الولايه التعليميه، وتروح المدرسه تجيب الصيغه التنفيذيه للقرار الوقتي باعتبار ان هي لها الولاية التعليمية، تحطها في ملف المدرسة، وهي تدفع بقى مصاريف المدرسة، امرها الى الله. ما في واحدة تقول لك انا هدفع مين، وفي واحدة تقول لك لا انا هدفع، فالاتنين مش فارق عندهم، في واحدة فارق معاها في واحدة مش فارق معاها. فاللي هي قالت انا هدفع خلاص خدت ولاية تعليمية، ما فيش فيها كلام قولا واحدا.
ما يقدرش هو بقى يروح ينقل الولاد دي من المدرسة، خلاص سحبت منه الولاد التعليمية. ولا انت بس ساعة المصاريف بترفع ايديك، ولو حاجة ما فيش فيها مصاريف تدخل فيها؟ ما في رجالة كده، انا اسف يعني ان انا بتكلم الكلام ده، ولكن في ناس كده، في رجالة الحاجة اللي مش هتكلفه يخش فيها ويضحك ويجامل ويروح ويجي وايه زي الفل، والحاجة اللي هتدفعه جنيه يبقى عنده ظروف ما يجيش، عنده بروبلم. في ناس كده، لكن هي شعور الأبوة وشعور الأمومة والمنح الربانية اللي ربنا اداها لك وفي غيرك محروم منها، انت مش حاسس بيها، بتضيعها. ولما بتضيعها تخيل، يعني انا بتعجب في 1000 من 900 ل 1500 قضية كل يوم قدام محاكم الأسرة في مصر، من 900 ل 1500 قضية محاكم أسرة كلها مشاكل حضانة ورؤية وطلاق ونفقة فأنا يعني بصراحة في قمة الحزن لما بلاقي الأولاد بتدفع الثمن. طيب يا جماعة، واحدة ست زي الست اللي هي من العرب دي واتجوزت، ولما تزوجت ربنا أكرمها وخلفت من جوزها الجديد، يجي الزوج عاوز يرفع دعوة بإسقاط الحضانة عنه، الست تعمل ايه في الحالة دي؟ هنقعد بقى نثبت ومش عارف ايه ده. انا هقول لك خطة كويسة، لو انت والدتك موجودة بمجرد ما تتجوزي خلي والدتك هي اللي تعمل عندك اسقاط الحضانة، مع ان احنا اتفقنا مع بعض وقلنا ان مجرد الزواج ليس سبب من اسباب سقوط الحضانة، وهنتكلم في سقوط الحضانة بالتفصيل، لكن بقول لك خلي والدتك. ليه؟ لان لما والدتك هي تعمل اسقاط حضانة هيطلع حكم محكمة لحضانة الولد لدى مين؟ لدى والدتك. يجي بقى الزوج عاوز يعمل نفسه ناصح، يقول لك ده الكلام ده على الورق، ده الولد عايش معاها، ده البنت عايشة مع راجل غريب. اولا مش عاوزين الحمية تاخدنا بدون ما نكون فاهمين ديننا، هو مجرد ما الراجل ده تزوج الام خلاص البنت دي بالنسبة له بقت محرمة، فمش عايشة مع راجل غريب، دي عايشة مع راجل ما ينفعش تتجوزه ابدا forever. فلازم عندنا ثقافة دينية. فهو هيعمل ايه؟ عاوز يثبت بقى اللي هي مع الام مش مع الام، الحضانة مع الام بس البنت او الولد مع الايه؟ مع الزوجة او الطليقة اللي هو طلقها. يروح بقى يعمل محضر اثبات حلف الاسم ويقول لك ده حكم ده سوري، يخبط دماغه في الحيط، مفيش حد يسمع كلامه. ولكن انا بقول لك يا حاضنة احذري عدم تنفيذ حكم الرؤية، احذري للمرة الثانية عدم تنفيذ حكم الرؤية، لأن إيه؟ في الغالب مع اشتداد الخلافات تقول طب والله ما موريها للولاد، وهو يكون واخد حكم اللي يشوف الولاد في أي نادي أو في حديقة يروح يجيب ما يفيد ايه اللي هي ما جاتش، مرة واثنين وثلاثة ممكن يرفع دعوة اسقاط الحضانة عنك مؤقتا. طب ليه تدي الفرصة لحاجة زي دي؟ وإلا بقى لما تيجي تنفذي حكم الرؤية ويضع امامك العراقيل وانت تقولي بقى ايه ساعتها انا مش هروح لانه بيقلب دماغ البنت او بيسمع الولاد كلام مش كويس، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طول ما ربنا موجود وأنت ما ظلمتيش تأكدي إن المسألة مهما يقول اللي هيقع في القلب هو اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده، وطالما الإنسان ما ظلمش عمر ربنا ما هيعمل له حاجة وحشة. لكن اللي تخاف إيه؟ اللي تخاف اللي تكون ظلمت وتكبرت
على زوجها أو أفسدت الحياة بسببها، هي اللي أفسدت الحياة وأفسدت الحياة بسببها وكانت سبب في الطلاق لأي اعتبار من الاعتبارات، ما احنا بنشوف في المحاكم اللي ما بتشافش، هي دي بقى المشكلة اللي تخاف بقى الأب يقول ومش يقول. حاجة عجيبة، محكمة شمال القاهرة من كام يوم كده قابلني واحد حكالي قصة خلت الدماغ دي تضرب تلف كده حوالين نفسها. ما شفت، ما اعتقدش ان في ستات ممكن توصل لها الفكر لكده. يعني هو كان متجوز واحدة خلف منها ولد سماه كمال الدين، ايا كان بقى كمال الدين ايه، المهم طلبت الطلاق وحصلت مشكلة كبيرة جدا. يبدو انها كانت على علاقة بحد، يبدو. المهم اتطلقت منه في شهر 5/2016 بموجب وثيقة موقعينها عند مأذون. في شهر 10/2016 كانت مخلفة ولدين، واد اسمه عمرو واد اسمه كمال الدين برضو. دي بقى الحاجة اللي تمخول الدماغ. طب هو الواد الاولاني كمال الدين ده في حضانتها، هي الام الحاضنة، وهو فوجئ او فوجئ ان في كمال الدين تاني بس باسم الاب بقى التاني، الزوج التاني. وفي نفس الوقت الولد عمرو اخو كمال الدين اللي هو مش ابنه، ابن الزوج التاني برضو، واخو كمال الدين الاولاني من الام واخو كمال الدين التاني من الاب والام، جه بعد 5 شهور و16 يوم. قلت يا رب ما تتزقش، يعني 6 شهور؟ احنا عندنا في القضاء اخذ بالشريعة الا اقل مدة للحمل 6 شهور، وده كان في اشكال حتى بين الصحابة لما ارادوا يقيموا الحد على امرأة انجبت بعد 6 شهور زواج، وبعد كده لقوا ان في آية وحمله وفصاله 30 شهرا، يبقى احنا كده جمعنا مدة الحمل مع الفطام. طب لما تطلع مدة الفطام والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، فحولين كاملين يعني 24 شهر تطرحها من الآية الأولانية اللي قالت حمله وفصاله 30 شهرا، يتفضل 6 شهور. فاستدل كثير من العلماء بأن أقل مدة للحمل 6 أشهر. أقول يا رب طب ده لو اتزقت حتى لست، لكن 5 شهور و16 يوم. المهم الراجل راح عمل حاجة غريبة أوي، رفع دعوة بإثبات نسب كمال الدين. يا ابني كمال الدين مين؟ قال لي كمال الدين ابني. طب ما هو ابنك وعايش في حضانتها. قال لك لا، كمال الدين التاني اللي هو من واحد تاني. تخيل الزوجة راحت عملت ايه؟ حاجة عجيبة، رفعت دعوة طعن في مجلس الدولة وقالت اللي كمال الدين التاني ده اللي هو من الواحد التاني قيد بطريق الخطأ، هي ما انجبتش الا عمرو بس. فالولد جه قدام القاضي وقال له يا فندم خطأ ايه؟ ادي شهادة ميلاد باسم كمال الدين ابني اللي هو في حضانتها، وادي شهادة ميلاد تاني باسم كمال الدين تاني، هي امه اهي وباسم الراجل التاني، وادي شهادة ميلاد، يعني معانا شهادات ميلاد معناها اللي في شخص موجود، وكل ده بسبب مشاكل الطلاق والحضانة. الموضوعات بتاخدنا، وعاوز اكلمكم على اسباب اسقاط الحضانة بالتفصيل الممل، وعاوز اكلمكم على الرؤية برضو باعتبار ليها مترتبة على الحضانة، وهحكي لكم قصص حلوة في الرؤية دي. وفي حكم جديد محدش يعرفه كتير، المحكمة الدستورية بجواز رؤية الحفيد الجد، يعني يشوف حفيده رغم وجود حكم المين للأب.
حاجة عجيبة، ايه الكلام الكبير ده؟ اشوفكم ان شاء الله في برنامج الافوكاتو الثلاثاء القادم. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.